رجعنا ل 14 جانفي سي لوتشي، فما شكون اللي لام علينا زاده كيفاش الجمعه الاخرى حدث مهم ياسر في تاريخ بلادنا ما حكيناش عليه. كان تحب بعجاله علما اللي احنا مش كل الاحداث التاريخيه هي برنامج تحت السور. احنا توفيق مجايد قال لك احسن حاجه عملها كي يجي لتونس يمشي لقابس ويقعد في الحومه يقعد يسمع للناس الكبار في العمر اللي مش قارين يبداوا يهزوا ينفضوا شيخ هو معاهم. احنا قارين الجماعه الكل ونهزوا ونفضوا ننفضوا زاده في تحت السور. دونك بالنسبه للبوعزيزي انا مش نعطي حاجه لكونه المعلومات اللي جاتنا قبل 14 جانفي كانت تجينا من سيدي بوزيد. الفيديوهات كانت تجينا من ناشطين من سيدي بوزيد. شنو هي انتماءاتهم في الوقت هذاك؟ انا ما كنتش نعرف انتماءاتهم، ولكن تم التاكد من بعض حكايه الصفعه انا سمعتها من اشخاص من سيدي بوزيد من السوق اللي يخدم فيه محمد البوعزيزي. قصه طارق البوعزيزي انا شخصيا ما سمعتش بها حتى واحد، اول مره نسمع ليكون اسمه طارق. اما شنو هي الحكايه؟ في الحالة الليبية وفي الحالة التونسية كان نوع، صحيح توك تفكر شوية، كان نوع أشخاص معينين عرفوا كيفاش يلقاوا المسلك لوسائل الإعلام، وأنه ولت نوع من المتركاج إلى درجة أنه فما فريق كامل كان دوره هو أنه يتحقق من الفيديوهات اللي كانت توصل والكم اللي نقول لك عليه. وبما فيهم في الوقت هذاك جماعة من سيدي بوزيد من جماعة الاتحاد العام التونسي للشغل اللي أعطاه نفس التفسير اللي قالوا عليه على الصفعة. أنا هذه نذكرها مليح خاطر احنا وقتها كنا نخدموا برشا على الحاجة هذيك. تونس كانت تقريبا الناس كل تحكي عليها، أما الحاجات هذه راهي كانت توصل عبر فيديوهات جاية من ناشطين، ما نقولش كلهم مختلفين، يظهر لي هم نفس المجموعة في الحالتين التونسية والليبية. تو كيف نرجع شوية نلقاهم هم تقريبا نفس الأشخاص اللي عاملين نوع من الثابت والمتأكد توفيق أنه إلى حد اليوم ما فماش فيديو على احتراق البوعزيزي ولا فيديو ما فماش فيديو وهذه معلومة تنجموا تثبتوها رغم أنه وقتها يافيلي سمارت فون والناس تلمت أما يافيلي سمارت فون خاطر وقتها تصورت وقال لك الناس كانت تبعث في الفيديوهات. دونك أهم فيديو لأنه بين احتراق البوعزيزي وقدوم الحماية المدنية خذت الحكاية يمكن 40 دقيقة فما برشا ناس تجمهرت يعني كان ثم وقت كافي باش ناس تصور وقت هفال تصوير إنسان قاعد يحترق. شوف أنا شفت فايدة ما استنيتش قال الراجل اليوم باش نحكي على فايدة، أنا حكيت على فايدة يمكن شهرين بعد ما صار اللي صار وقت اللي حطوها في الحبس دفعت عليها وكلفتني وقتها ما كلفتني داير وقت اللي خرجت من الحبس جات طول وقابلتها وعملنا حوار والمرة هذيك حطموها نفسانيا. يكفي باش نقول لك وقت اللي جات وتقابلنا نحات المحرمة شعرها كل طاح في الحبس. وعلى هذيك تحجبت الناس يتخيلوها تحجبت على خاطر تحب تتحجب بوعز ديني لكن هي فقط شعرها الكل طاح. تقديس وخلق اسطوره البوعزيزي وشيطنت فادي اللي هي تمثل الدوله تمثل القانون من وقتها واحنا في حاله تطاول وتفكيك وتهديم للدوله. بل اكثر من هكا احتفالنا ب 17 ديسمبر هو احتفالنا بانهزام الدوله امام الانتصاب الفوضوي وامام الفوضى. واخترنا التاريخ هذا باش نحتفلوا به واللي هو رمز للثوره وفي معناها اللاوعي نتاعنا وكاننا نحتفلوا بانهزام الدوله في ذلك اليوم. وهذاك علاش اليوم يصعب علينا اعاده ترميم الدوله واللي يهبط الوسط البلاد ويشوف كيفاش يفهم كيفاش ولات الايماج تاع